كيف يفسر اليهود قصة آدم؟ وكيف يفسر النصارى قصة آدم؟ وكيف يفسر المسلمون قصة آدم؟ يجي يقول لك كتاخذوا داكشي القرآن نسخة طبق الأصل التوراة والإنجيل. واش القرآن وصف الأنبياء كما وصفتهم التوراة أو كما وصفتهم الكتب التي تنسب إلى اليهود؟ كيوصف هارون بالنفاق والكذب والمراوغة وأنه وافقهم على عبادة العجل، وكيصف داود بأنه أرسل أحد قادة جيشه وكلفهم يقدموه في المعركة ليقتل يتزوج امرأته، وهذه المرأة هي ولدة سليمان. وكي توصف سليمان بأنه كان يزني مع زوجة أبيه داود، وبأن لوطا كان يشرب الخمر وزنى بابنتيه وحملوا منه بناته بجوج. واش هادو أنبياء؟ إلا كان هادشي كاين هادو راه ماشي أنبياء، وإلا كانوا أنبياء هادشي راه ما كاينش. شوف الطهر كم اللي وصف به القرآن الأنبياء، تقول القصص القرآني مأخوذ الجابري مأخوذ قال لك حرفيا من التوراة والإنجيل. ما تتعرف لا قرآن لا توراة لا إنجيل، كتنقلوا من كلام المستشرقين وما كتغربلوش داكشي، ما كتغربلوش، ما كتنظروش ليه تنظر عادي فضلا على نظر الباحثين المتعمقين. اليهود ينظرون إلى قصة آدم أنه الشيطان لما نصح آدم كان صادقا في النصح. الشيطان صادق في النصح لآدم. شوف هذه فيها توصل حتى إلى عبادة الشيطان. ومن آدم سموه شجرة المعرفة بغى يعرف شجرة المعرفة. وعديد من الفلاسفة تيقولوا الإنسان أراد أن ينازع الرب في خصائصه، بغى يوصل إلى درجة الربوبية والألوهية. أوهام ديال الفلاسفة، يقول بذلك اليهود. اليهود لأنهم يعتقدون أن الشيطان صادق في النصح بغاو المنهج ديال الشيطان وطريقة الشيطان والفساد في الأرض، كيعبروا على هذا الشيء علانية، كيديروا هذه العلامة الشيطانية. وفي الحفلات الماسونية العالمية يعبدون الشيطان مباشرة. فالخلاف مع اليهود والنصارى خلاف جوهري، والخلاف بين اليهود والنصارى خلاف أشد. والخلاف بين اليهود وأنفسهم والنصارى وفرقهم خلاف لا حد له ولا نظير، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. أما نظرة اليهود والنصارى إلى القرآن وإلى نبي الإسلام، حنا راه كنقولوا نؤمن بالأنبياء وبالرسل، وأن موسى من أولي العزم، وأن عيسى من أعزم الرسل، وأن الكتب منزلة من حيث أصلها. وما معنى إحنا ماشي كيكفروا ولا كيلعنوا ولا نلتفت إليهم ولا نبالي بهم. وكلمة كافر لما يقولوها في حقنا إحنا لا نلتفت إليها. إذا جاءتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني الكامل. لا قال لك لا ما نقولوش لهم الكفار، اش نقولوا لهم؟ نقولوا له غير المسلم. ايوا لا ما نقولوش الديار ديالهم ديار الكفر، نقولوا لهم ديار الغرب. لا سيدي حنا يوصفوا كي حنا، شوف لسانه يشدوا عليا ويدو ما توصلنيش ويعتقد فيا اللي بغى، لا ابالي به. كيف ابالي بقول من اساسه الكذب والافتراء؟ لما تقولش ليه تتوحل مع المنافقين، لما تقولش ليه كاين اللي قالك ما بقاش دار حرف الدنيا كاع، لا في بورما ولا في الهند ولا في كشمير ولا في فلسطين، ما بقاش دار الحرب كاع. ايوا وهاد المسلمين الذين يذبحون بل يذبحون ويقتلون، قالك لا هذيك مشاكل سياسيه، هذيك المشاكل سياسيه وصفقة القرن. وما يحدث للمسلمين الآن في القدس، وحنا كنقولوا حقا تطبيع، هذاك التطبيع
لا للتطبيع، ثم لا للتطبيع، ثم لا للتطبيع، فهي خيانة لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين. مسلمين يعانيوا مع إخوة القردة والخنازير في أرض فلسطين، وإحنا لا لا دونا من أصل مغربي، لي من أصل مغربي وما عندوش علاقة بالصهيونية لا بأس، هذاك من أهل الذمة. أما تعمم الصهاينة أهل الإجرام وأهل الخبث وأهل اللوم وأهل البهتان ويؤذيوا المسلمين في أرض المقدس صباح مساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. عشنا في واحد الزمان تقلب به كل شيء، وأصبح المعروف منكرا وأصبح المنكر معروفا، وضاعت الأمانات وضاع الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما تقول الله ما ينادى منكر كتولي إرهابي داعشي مصخ هذا، ولما تشكر نتنياهو وتقول هذا هو أكبر ديمقراطي في العصر الحديث وكتولي ودبا دبا كتهضر ودبا زوين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمنافقين تيقول لك اه اش كتقول هذا خروج انت ولدي خارجي. اللهم ابرم لهذه الأمة امر الرشدة، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم انجي المسلمين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء أنبيائك، اللهم أبد خضراءهم، اللهم ازق جموعهم، اللهم شتت شملهم. يا ربي يتآمرون على الإسلام والمسلمين ليل نهار، اللهم كفينا أعداءك بما شئت وكيف شئت، لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك. اللهم إنا مستضعفون مغلوبون مقهورون أدلاء بما كسبت أيدينا، اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا يا رب يا رب يا رب. اللهم صل على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، والحمد لله رب العالمين.